انا اسمي نبع علي، عمري 12 سنة، جيت من بغداد وعيش في عمان. كنت انا وعمر اخويا بالخطف مدة اسبوعين. لما رجعنا من المدرسة كنا راجعين، بعدين جت السيارة. اول شي قالوا لنا هاي في بدنا نعطيك شوكولاتة وهيك، فاحنا رفضنا، فهيك في معاهم جماعة فجم وخدونا. خلي تحكي يا عراقي. بحكي عراقي. جم وخذونا المنطقة مجهولة، خلونا هي يعني شلون غرفة وحطونا بيها. كانوا معانا 7 أولاد. الأوضاع مو زينة لأنه كنا هواي مضايقين، كانوا حتى يعني ما مرتاحين هناك. فخطفونا وخذونا 2 أسبوع حد ما أعطيناهم مصاري علشان بيطلعونا من يرجعون يعني الأهل. أنا هنا أنا أظل خايفة لأنه بالعراق ما سألني المثلي، الأطفال المثلي ما سأل مين لأنهم مثلي، يعني أنا صير واحدة منهم. طب كيف إنزين أنا شلون يعني أولاد عمي أولاد خالي مش بأمان واني بأمان؟ بحس هيجي لأنه ما انقهر لأنه أنا هنا، فما أقدر يعني ما أقدر يعني الخوف. فما أقدر إنه الخوف أبد مدتها، لأنه أخاف يعني لا يصير إشي يعني هنا أنا هنا حتى لو هنا يجوز يعني أي شيء يصير هنا، يجوز يجون هنا يتعرضون الخطف مني، لأنه بيجوز يعني هواي في يجوز يعني علشان اسم عمر بيخطفوا هيك. بخاف إنه وأخاف فهمينه إنه لا أرجع ويصير شيء بي، يعني أخاف يعني أسمع إشي مو زين من أي واحد، بيقول من ماما من بابا على أولاد عمي أولاد خالي، لأنه أني أبد ما أفارق اللحظات اللي شفتها وياهم لأنهم يعني. فيعني ظل الخوف بقلبي يعني ما انساها. بس أني لو أحس يعني مودي يعني أرجع للعراق، لأنه أنا شلون أحس إن أني بأمان إذا مو أولاد عمي أولاد خالي بأمان، لأنه إحنا جمعنا يعني دائما نجتمع ببيت واحد، دائما يعني نحب إن نكون سوية ببيت واحد ونجتمع ونلعب. كل شي نسوي بيت واحد، فهذا يعني ما انسى اللحظة ويظل خوفه بقلبي.